تابعوا برنامجكم شكون غادي يستثمر في مشروعي سبيسيال ستارت اب. اكتشفوا المزيد على الموقع innov.inwi.ma. انوي معكم كل يوم. حصريا على قناة دوزام 11 مستثمر من رواد الاقتصاد المغربي الجديد جاءوا يعاونوا مقاولين جدد من جميع أنحاء المملكة. ثقوا في راسكم، ثقوا في مشروعكم، هذه الفرصة ديالكم. نقول لكم حد سعيد. Je ne vais rien paraître. Car c'est une bonne occasion. باش يحققوا الحلم ديالهم، مشروع حياتهم. بقى لكم مشكل ديال التريسيان ديال البلومبي ديال الصباغ ولا شي حاجه زويد ديكم وخليوها مزوزه. Nous sommes des business angels. Nous ne sommes pas des banques. Je vais aller pour 25000. Donc غادي ناخذ شويه ديال الوقت باش نشوف مع الشريك ديالي ونرجع نشوفكم. يمكن نمشي حتى ل 100000 درهم. ليا الشرف انني دزت قدامكم. نعطيكم موعد ابتداء من نهار الثلاث الجاي مع برنامج شكون غادي يستثمر في مشروعي على قناة دوزام. اكتشفوا مبادرات انوي لتطوير المقاولات الناشئة على الموقع innov.inwi.ma. انوي معكم كل يوم.